أخبار اليوم. بنستكمل الورقة الامتحانية، وأنا قلت طبعا في البداية أن الزمن المحدد للإجابة على ورقة الأسئلة 3 ساعات فقط، فالثلاث ساعات بنوزعهم على الأربع أسئلة وعلى الفروع بتاعتهم. وبرضو عايز أقول نصيحة، نفترض مثلا في سؤال زي ده أنا معرفتوش، ما عودش بقى حطت إيدي على خدي وانام جنب السؤال، لا سيبه، بس سيب له ايه سطرين فاضيين في الترتيب بتاعه، وبعدين بكمل اجابتي على كل الاسئله اللي انا عارفها، وبسيب الاسئله اللي انا مش عارفها للاخر. الواحد كده ما بيشوف الورقه بتاعته كراسه الاجابه اتملت اجابه، صدقوني اعصابي بتهدى وربنا بيذكرني بكل اللي انا ناسيه. انما اقعد احط ايدي على خدي واحد سؤال زي ده بدرجه ياخد مني ربع ساعه تفكير، لا سيبه، سيبه للآخر خالص. فهنا السؤال بيقول إيه التاني؟ حدد أي العبارات التالية صحيحة وأيها خطأ مع ذكر السبب في الحالتين. هنا ألف دي هيبقى عليها كم درجة؟ ثلاث درجات، خلاص؟ كل واحدة بدرجة. هنا العلامة، طبعا مش هنكتب علامة، هي كلمة خطأ أو صح. يعني مثلا هنقول هنا إيه؟ فشلت حركة علي بيك الكبير بسبب بطش الدولة العثمانية. ايه هنفكر صح ام خطأ؟ خطأ. يبقى هنكتب هنا ايه؟ اهو شوف هعمل ازاي، اهو كلمة ايه؟ خطأ. العلامات دي خلاص لا تعتد بيها علامة صح او خطأ، لان في طلبة كده ايه يعني في شوية خبز شوية يوم عامل لي العلامة كده خلاص، يوم عامل لي في دلها ايه حتة كده، لا مش هتتحسب. يعني انت بتقول للمصحح بقى ايه؟ اذا عجبك خطا فهي خطا، صح فانت مش هتاخد عليها حاجه، ولذلك اكتب كده كلمه ايه؟ خطا. خطا دي هيبقى عليها ايه؟ نص ايه؟ نص درجه. امال ايه سبب فشل حركه علي بيك الكبير؟ فشلت بسبب خيانة محمد بيك أبو الدهب اللي هو قائد جيش علي بيك الكبير الذي أعلن انضمامه للسلطان العثماني وقضى على سيده علي بيك الكبير. يبقى ده بالنسبة الأول سؤال صح وخطأ. السؤال الثاني، تحققت العدالة الاجتماعية في التجنيد في عهد سعيد باشا. نفكر العدالة الاجتماعية في التجنيد اتحققت في عهد سعيد، هكتب كلمة إيه؟ صح، وعليها نص إيه؟ درجة. يبقى خلي بالكم الكلمة عليها نص وذكر السبب ايه؟ نص درجة. تحققت العدالة الاجتماعية في التجنيد في عهد سعيد لأنه جعل التجنيد إجباري لكل الطبقات. زمان أيام محمد علي وعباس كان التجنيد لأولاد الفلاحين والفقراء بس، طب أولاد العمد والمشايخ والأغنياء ما بيدخلوش الجيش، فسعيد باشا قال لا كله يدخل، فأصبح التجنيد إجباري، ولذلك حدث إقبال على التجنيد من كل المصريين، لأن أصبح التجنيد لا يشكل تفرقة اجتماعية بين الطبقات وبعضها، ده غير أنه قصر مدة الجندية. يبقى ده بالنسبة لسعيد. طب السؤال رقم 3، كان تشكيل الخديوي توفيق للوزارة برئاسته في سبتمبر عام 1879 يتفق مع مرسوم عام 1878. وعلى فكرة ما نشتغلش على التاريخ، التاريخ ده صح والتاريخ ده صح، احنا بنشتغل على الكلمات دي. هل الخديوي توفيق لما تولى رئاسة الوزارة هذا يتفق مع مرسوم عام 1878؟ نقول خطأ، لان المرسوم بتاع 1878 اللي اصدره الخديوي اسماعيل بينص على ان يتولى احد الوزراء رئاسة الوزارة، يبقى واحد وزير من وسط الوزراء كده هو اللي يبقى رئيس وزارة. يبقى كل ان الخديوي توفيق خديوي ورئيس وزارة في نفس الوقت هذا لا يتفق مع مرسوم عام 1878. ده بالنسبة لألف في السؤال الثاني، وزي ما قلت عليها درجات، وكل واحدة بإيه؟ بدرجة. كلمة خطأ نص، والذكر السبب نص. بقيت السؤال الثاني اللي هو في الصفحة الثانية اللي هو رقم به، بيجي لي برضو هذه النوعية من الأسئلة. ماذا كان يحدث إذا؟ ماذا كان يحدث إذا إيه؟ لم يقتل السير لستاك. طبعا لازم أفتكر من هو السير لستاك، اللي هو قائد عام الجيش المصري في السودان، كان بيزور القاهرة هنا، هو ماشي في أحد الشوارع واحد مصري بيعتقد، يعني المصري ده بيعتقد إيه؟ أنه بيخدم بلده وبيخدم القضية الوطنية، فقتل السير لستاك.
قتل هو ماشي في الشارع. بس هنا بقى انجلترا انتهزت هذه الفرصة للتخلص من مين؟ من وزارة الشعب المنتخبة برئاسة سعد زغلول عام 1924. وانت عارفين ان هذه الوزارة منتخبة اكتر من 90% من الشعب انتخبها. طب النتيجة هنا انجلترا استغلت الموضوع ده في ايه؟ قدمت انذار لسعد بدفع 500,000 جنيه تعويض عن مقتل السيرج ستاك وسحب الجيش المصري من السودان، ده غير ان الجيش البريطاني احتل منطقة الجمرك في اسكندرية. طب انت شفتوا بقى اللي نتج عن الايه؟ عن الحادثة. يبقى الراجل ده ما قفتش القضية الوطنية، المصري اللي قتل. يبقى موضوع القتل والاغتيالات والكلام ده كلام فاضي، ده يعني يعارض سياسة الدولة وخدمة مصالح الدولة ويتعارض مع القضية الوطنية. فإذا ماذا كان يحدث إذا لم يقتل بقى السير الاستيق؟ خلي بالكوا بقى، يبقى لم تحتل إنجلترا منطقة الجمرك في اسكندرية، لم تستقيل وزارة الشعب برئاسة سعد، وزي ما قلت هي أول وزارة منتخبة بأكثر من 90%. يبقى هنا إيه؟ ألحق الضرر بالقضية الوطنية، بابن فيها لم يلحق الضرر بالقضية الوطنية، استمرار وزارة الشعب برئاسة سعد زغلول، لم تأتي وزارة جديدة برئاسة زيور باشا، لم يستغل الملك الفرصة ليحكم البلاد حكم ديكتاتوري. بمعنى تاني عدم انتكاس الحركة الوطنية في مصر. كلمة انتكاس هنا بمعنى ايه؟ زي ما يكون واحد مريض وخف المرض يقول له رجع له تاني فيقول لك فلان اتنكس. انما هنا احنا كنا حكم ديكتاتوري، طب في عهد وزارة الشعب بقينا حكم ديمقراطي، لما استقلت وزارة الشعب رجعنا للحكم الديكتاتوري تاني، لان الملك انتهز فرصة ان في خلاف بين الوفد حزب الوفد برئاسة سعد وبين انجلترا ليحكم البلاد حكما ايه؟ ديكتاتوري. طب هنا بقول ايه؟ لم يصدر تصريح بالفور في نوفمبر عام 1917. طبعا كلنا عارفين ان بالفور ده هو أرثر جيمس بالفور، هو وزير خارجية بريطانيا، وهو اللي أصدر التصريح المعروف أن بريطانيا سوف تساعد اليهود في بناء وطن قومي لهم في فلسطين. خلي بالكم، يبقى لو التصريح ده لم يصدر يبقى عدم تأييد، نمرة واحد عدم تأييد بريطانيا لليهود في إقامة وطن قومي في فلسطين، عدم مساعدة انجلترا لليهود في الهجرة الى فلسطين واغتصاب الارض الفلسطينية، عدم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني 1920، لان بريطانيا حطت فلسطين تحت الانتداب البريطاني بناء على طلب اليهود. اليهود طلبوا من انجلترا في مؤتمر الصلح في المذكرة الصهيونية ان هي تحط فلسطين تحت الانتداب. نمرة اربعة عدم قيام دولة اسرائيل، ودي بعتبرها اهم نقطة في الاجابة. يبقى لم يصدر تصريح بالفور يبقى عدم قيام دولة إسرائيل، لأن التصريح في النهاية نتج عنه قيام دولة إسرائيل اللي هي مكان فلسطين حاليا. نمرة جيم في السؤال الثاني برضو عبارة بين قوسين وفي ضوء العبارة واضح. أنا قلت برضو بقول تاني ما نتخضش من العبارة، أنا الإجابة بتاعتي السؤال بتاعي يبدأ من هنا من أول إيه؟ واضح ما يلي. تذمر حائز الأرض الزراعية من وزارة رياض باشا. تذمر هنا بما على فكرة دي موجودة في كتاب المدرسة، يعني مش هتبقى ايه كلمة غريبة عليك، هي موجودة في الكتاب، قد يكون مش موجودة في ملازم المدرسين انا ماليش دعوة، انما هي موجودة في الكتاب. التذمر هنا بمعنى ايه؟ غضب واشمئزاز. حائزه يعني مالكه الأرض الزراعية من وزارة رياض باشا ليه؟ قول له لان في عهد وزارة رياض باشا قامت المراقبة الثنائية بإلغاء قانون المقابلة. إلغاء قانون الايه؟ انت عارفين طبعا قانون المقابلة كان بينص على ايه؟ طب لما تلغى قانون المقابلة خلي بالكوا بقى ايه الضرر؟ ان النهاردة بعد ما كنت بدفع انا كمالك ارض نص ضريبة اصبحت بدفع ضريبة كاملة، 6 أمثال الضريبة اللي انا دفعتها راحت ايه عليا، لم تعد الارض ملكي ملكية قانونية. عشان كده غضب حائزه يعني مالكه الأرض الزراعية من وزارة رياض. يبقى الإجابة هنا نفتكرها بسبب إلغاء قانون المقابلة اللي أضر بمصالحه. السؤال الثاني، تعرض شريف باشا في وزارته الثالثة لضغوط من جانب العسكريين. شريف باشا في الوزارة الثالثة هو بيشكل الوزارة، عرابي راح له وقابله أحمد عرابي وضغط عليه وقال له إيه؟ لازم تعين محمود سامي البارودي وزير حربية وتعين مصطفى فهمي وزيرا للخارجية. طب شريف زعل
غضب شريف باشا، لأن شريف باشا كرجل دستوري مدني غضب من ضغط العسكريين عليه، والذي تمثل في توصية عرابي له بتعيين البارود وزير حربية ومصطفى فهمي وزير خارجية. لذلك عمل شريف باشا على أن يخفف من ضغط العسكريين على حكومته. إزاي؟ أمر بنقل كتائب الضباط الثلاثة خارج القاهرة، فوافق عرابي بشرط أن يعلن الخديوي توفيق عن إجراء الانتخابات لتشكيل مجلس نيابي. رقم ثلاثة، نسق مصطفى كامل حركته في الكفاح مع السلطان العثماني. طبعا هنا أقول إيه، لأن مصر تابعة لتركيا، تركيا اللي هي الدولة العثمانية. ولذلك اقترح مصطفى كامل على السلطان العثماني أن ينسحب السلطان من اليونان مقابل انسحاب انجلترا من مصر، ولكن طبعا انجلترا رفضت. أربعة، أظهرت الحرب العالمية الثانية الأهمية البالغة للمنطقة العربية. إجابة السؤال ده، أظهرت الحرب العالمية الثانية الأهمية البالغة للمنطقة العربية، كلمتين وحط كل كلمة في جملة مفيدة من عندك. يعني أدي أول أهمية، أدي الإيه؟ البترول، أدي كلمة. الكلمة الثانية إيه؟ قناة الإيه؟ قناة السويس. أدي الإيه؟ إيه الكلمتين؟ يبقى حط بقى كلمة البترول في جملة مفيدة تبقى نقطة واخد عليها درجة. أقول بسبب إيه؟ كثرة البترول الذي تزخر به أرض أو تمتلئ به أرض العرب. أدي إيه؟ خلاص حطيناها في جملة مفيدة. طب قناة السويس، أهمية قناة السويس التي تنقل هذا الإيه؟ هذا البترول. يبقى عرفنا ليه الحرب العالمية الثانية أظهرت الأهمية البالغة للمنطقة العربية، يبقى بسبب وجود البترول وبسبب وجود قناة السويس اللي بتنقل أو بيتنقل من خلالها هذا البترول.